وزير التربية والتعليم يتابع فعاليات اليوم الثالث من بطولة دوري شمال إفريقيا للمدارس. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم حضر فعاليات اليوم الثالث من بطولة دوري شمال إفريقيا للمدارس، والتي تقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأيضا الاتحاد المصري للرياضة باستاد 30 يونيو. وقال الوزير على هامش فعاليات البطولة إن الدولة مهتمة بتشجيع واكتشاف المواهب ورعايتها في كافة الأنشطة، ومنها النشاط الرياضي، وذلك سعيا نحو تطوير قدرات الشباب. وطالب الطلاب المشاركين في البطولة بالتحلي بالروح الرياضية، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف الحقيقي من البطولات المجمعة.